السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، بإذن الله إن شاء الله هنتكلم على موضوع الإخراج في النبات وناخد بعض المعلومات الجديدة. أول سؤال، أنت معايا كده؟ هل هنتكلم عن إخراج في النبات؟ أول سؤال هنبدأ بيه وأنت اللي هتجاوب معايا، هل يحتوي النبات على جهاز إخراجي متخصص؟ النبات عنده جهاز إخراجي متخصص؟ يلا جاوب معايا. هتقول لي لا، النبات ما عندوش جهاز إخراجي متخصص، بعكس الإنسان، بعكس الإنسان. طب ليه؟ الإنسان عنده جهاز متخصص في الإخراج. الإنسان أو الحيوان لديه جهاز إخراجي متخصص. قلنا من أشهر هذه الأجهزة الجهاز البولي، لما أربع مكونات عارفه أنت: كليتان، حالبان، مثانة بولية، قناة مجرى البول. عندك أيضا الجلد من ضمن أعضاء الإخراج في الإنسان. أيضا الرئتين لها دور في الإخراج، الكبد ليه دور في الإخراج، دي لها دور في الإخراج زي ما احنا خدناها بالتفصيل. لكن هل يحتوي النبات على جهاز إخراجي متخصص؟ لا. عشان كده حتة مهمة جدا، أن الإخراج في النبات لا يعتبر مشكلة. خلي بالك، الإخراج في النبات لا يعد مشكلة. النبات أصلا ما عندهوش جهاز إخراجي متخصص، ولهذا السبب الإخراج في النبات لا يعد أو لا يعتبر أي مشكلة، ما بيشكلش مشكلة في النبات، لكن بيشكل عندنا إحنا في الإنسان أو في الحيوان مشكلة كبيرة طبعا، اللي هي بروبليمايا بالجاية، يعني مشكلة كبيرة طبعا بالإنجليزي أنت عارف. طيب الإخراج في الإنسان، لو هذه المواد تراكمت في النبات في الإنسان دون التخلص منها ممكن تعمل تسمم بولينا، تسمم بولينا يؤدي ذلك إلى الموت. لكن الإخراج في النبات لا يعد مشكلة. ليه؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه ونراجع تفصيلا النهاردة بالأسئلة، وذلك لسبع أسباب. سبع أسباب هنناقش سبب سبب. مش لازم السؤال يجي اخر السنه اقول لك ليه الاخراج لا يعد مشكله في النبات، يعني مش هنكتب السبع اسباب. رغم خلي بالك ان السنه دي وطبعا لسه في امتحانات اولى السنه دي، لسه اللي هم امتحانين على طول، كان في امتحان الاحياء في اسئله اختياري واسئله تانية مقاليه، يعني امتحان لم يكتفي فقط بالاختيار، يعني هيبقى في تغيير في امتحانات تانية سنه ونفس النظام زي ما انا قلت لك في حصه السي زي مستشار المادة بلغنا، وفعلا امتحان أولى سنة والسنة دي أكد إنه مفيش اختيار، بس لا هيبقى في اختيار وفي أسئلة مقالية. طيب هنناقش سبب سبب. يبقى موضوعنا النهاردة هنبدأ نتكلم على الإخراج. لا يعد الإخراج أو لا يعتبر الإخراج في النبات مشكلة. ليه بقى؟ زي ما قلنا لسبع أسباب. ناخد سبب سبب بالراحة كده، ناخد سبب سبب واحدة كده واحدة اهو. لا يعتبر الإخراج في النبات أو لا يشكل الإخراج في النبات أي مشكلة. قلنا لكم سبب؟ سبع أسباب. سبب سبب كده، أو سبب مهم جدا، أن معدل سرعة الهدم في النبات، معدل سرعة الهدم، الهدم ده اللي هو إحدى عمليات الأيض، لعملية التكسير، لعملية الأكسدة، أقل بكثير. خلي بالك، معدل سرعة الهدم في النبات أقل بكثير من معدل سرعة الهدم في الحيوان أو الإنسان عند تساويهم في نفس الوزن، إذا تساوي في الوزن. يعني لو جي عندي، خلي بالك، قال لي مثلا انا عندي حيوان وليكن 2 كيلو جرام،
وجبنا نباتات بنفس الوزن اللي هو 2 كيلو جرام، نفس الوزن اهو. طيب في هذه الحالة سيكون معدل الهدم أعلى فين؟ في الحيوان. يبقى معدل الهدم في الحيوان هيكون عالي، بينما في النبات هيكون معدل الهدم بيكون بطيء قليل منخفض. معدل الهدم اللي هي عمليات الأكسدة أو التكسير للمواد العضوية، تمام؟ طيب عشان كده تلاقي إن تجمع الفضلات في الحيوان سريع جدا، بينما تجمع الفضلات في النبات بيكون العكس بطيء جدا. يبقى أول سبب من ضمن الأسباب أن الإخراج لا يعد مشكلة، معدل سرعة الهدم في النبات أقل بكثير من معدل سرعة الهدم في الحيوان لو تساوي في الوزن، لأن أنت عارف إن الحيوان أو الإنسان متحرك، عنده حركة هناخدها وهنفهمها في فصل الحس، حركة انتقالية بيتنقل من مكان لمكان آخر، لكن النبات ما عندوش حركة انتقالية. مش هتقوم الصبح تلاقي النبات نقل من مكانه، لا، الحركات في النبات اللي هناخدها بعد كده من ضمن الحياة معظمها حركات موضعية، زي حركة ناخدها اسمها الانتحاء في فصل الإحساس الحصة الجاية إن شاء الله واللي بعدها، وأيضا حركة نبات اسمه نبات المستحي أو الست المستحي، لو أول ما تلمس وريقاته تتدلى الوريقات كما لو أصابها الزبون، عشان كده سموه نبات الست المستحي، بيتكسف يعني، تمام؟ مكسوفة منك مش قادر أقول. طيب وبالتالي أول سبب من ضمن الأسباب إن معدل سرعة الهدم في النبات أقل بكثير من معدل سرعة الهدم في الحيوان، عشان كده تجمع الفضلات في النبات بيكون بطيء. طيب ده أول سبب، هنبدأ نناقش الأسباب اللي عليه أو الأسئلة اللي عليه سؤال سؤال، بس ركز عشان أنت تجاوب. أول سؤال، علل لتجمع الفضلات في النبات بيكون بطيء جدا، بينما تجمع هذه الفضلات في الحيوان بيكون سريع جدا. أيوة سمعك، هتجاوب. هو ليه تجمع الفضلات في النبات بطيء؟ بطيء جدا، وفي الحيوان سريع. ها هنقول لأن معدل سرعة الهدم في النبات أقل بكثير من معدل سرعة الهدم في الحيوان إذا تساوي في الوزن، تمام؟ عشان كده معدل الفضلات بيكون بطيء جدا في النبات، لكن في الحيوان أو الإنسان سريع جدا. السؤال الثاني، ما النتائج المترتبة على، سؤال ما النتائج المترتبة على انخفاض معدل سرعة الهدم في النبات؟ النتيجة المترتبة على ان معدل سرعة الهدم في النبات منخفضة حتى واحد، ها ركز وانت تجاوب معايا، سيكون تجمع الفضلات في النبات بطيء جدا، سيكون تجمع الفضلات في النبات بطيء جدا. طب والنتيجة الثانية اهو من اول الحس، انه لا يشكل الاخراج في النبات اي مشكلة، لا يشكل اي مشكلة. السؤال الاخير على النقطة دي، ولماذا يحدث إذا زادت معدلات سرعة الهدم في النباتات؟ كانت ماذا يحدث لو كانت معدلات سرعة الهدم في النباتات كانت سريعة جدا؟ أيوة سمعك، هتقول إيه؟ سيكون تجمع الفضلات في النبات سريع جدا. ده السؤال افتراضي، السؤال افتراضي. ايه اللي يحصل لو معدلات الهدم في النبات كانت معدلات سريعه، معدلات كبيره؟ سيكون تجمع الفضلات في النبات يكون سريع جدا، وبالتالي يشكل الاخراج في النبات مشكله كبيره زي ما قلنا، تمام؟ وبالتالي ده اول نقطه، لكن الكلام ده سؤال ماذا يحدث، ده سؤال افتراضي. يبقى اول سبب من الاسباب ان الاخراج لا يعد مشكله،
ان معدل سرعة الهدم في النبات اقل بكثير من معدل سرعة الهدم في الحيوان. تمام، ده اول واحد. نشوف، يلا نشوف السبب الثاني. السبب الثاني من ضمن الاسباب ان الاخراج لا يعد او لا يشكل اي مشكلة ان النباتات، وركز فيها، تستعيد فضلات الهدم مرة أخرى. النباتات بتستعيد فضلات مين؟ الهدم. فضلات الهدم دي اللي انت خدتها في أول حصة في الإخراج، اللي هي المية وثاني أكسيد الكربون، الناتجان من عمليات الهدم والتلف، أو الفضلات النيتروجينية اللي هي جاية من تكسير البروتينات. طيب، طب نشوف كده، وضح الكلام ده، اشرح الكلام ده. كيف يستعيد نبات فضلات الهدم؟ أنا عندي المية وثاني أكسيد الكربون، الماء وثاني أكسيد الكربون ناتجان من عمليات الهدم أو التنفس في النبات، عملية التنفس الخلا والهواء، عمليات الهدم أو التنفس أو تكسير المواد العضوية. أنت واخد إن المية وثاني أكسيد الكربون من أول حصة ينتجان من تكسير الكربوهيدرات فقط، ولا البروتينات فقط، ولا الدهون فقط، ولا كل ما سبق؟ كل ما سبق ده كان جاي من تكسير في اول حصه خالص الجزيئات العضويه. تمام. طب الماء وثاني اكسيد الكربون دولت ناتجان من عمليه مين؟ التنفس. طب ما النبات بدل ما يطردهم ما يعيد استخدامهم تاني. طيب من الترم الاول كان بيعاد استخدامهم في العملية العكسية لعملية البناء الضوئي، عشان كده كنت بتاخد ان علاقة، وانا هنشرحها دلوقتي بالرسم، العلاقة بين البناء الضوئي والتنفس علاقة عكسية. ما يتم في البناء عكس ما يتم في التنفس، ده أول واحد. طب ايه تاني؟ المثال التاني، الفضلات النيتروجينية. الفضلات النيتروجينية اللي هي جاية من تكسير البروتينات، أو الفضلات النيتروجينية اللي هي سواء واخدها من الأسمدة الزراعية والكلام ده كله، أو من مخلفات الحيوانات، روث الحيوانات، كل دي اسمها فضلات نيتروجينية. بدل ما يطردها بيعاد استخدامها تاني في بناء البروتين اللازم له، في بناء البروتين اللازم له. وده بتكون واضحة جدا أكتر، يعني أكتر في النباتات اللي بتكون بروتين أساسي لها زي البقوليات، الفول والبسلة والكلام ده كله. يبقى لو سألني كيف يستعيد النبات فضلات الهدم مرة ثانية، اذكر مثالين. واحد، الماء وثاني أكسيد الكربون ناتج عن عملية مين؟ التنفس أو الهدم. طيب كيف يستفيد النبات منهم؟ بيعيد استخدامهم تاني في عملية العكسية لعملية بناء الضوء. طب الفضلات النيتروجينية بيعاد استخدامها في بناء البروتين اللازم له. ده أول حتة. طيب هنشوف الأسئلة اللي عليها، لكن هنوضح بس من الترم الأول. تمام؟ طيب نوضح كده من الترم الأول، نشوف، نفتكر رسمة الترم الأولاني اللي هي العلاقة بين البناء الضوئي والتنفس. افتكر دي كانت بلاستيدة خضراء، بلاستيدة خضراء اللي لها غشاء خارجي مزدوج، وأقراص الجرانة لحبوبات قرصية الشكل بتنتظم على شكل عقود، والمادة اللي هي الست روما وفي حبيبات نشا، وعندي حياة تانية اللي هي الميتوكوندريا، ركز، توليد الطاقة في الخلية، وهذه غشاء خارجي اللي بره وده الداخلي، والنتوءات دي اسمها الأعراف. تمام، وفي انزيمات تنفس، وهنا في دي ان معروف. تمام، هنا بقى اللي يهمنا، هذا الضوء بيسقط من المصدر الرئيسي اللي هو الشمس على بسيخة خضراء. طيب خلي بالك بقى، السهم داخل لبس خضراء، ايوه، يبقى داخلها ايه؟ مواد بسيطة، عشان تفهم الكلام، اللي هي المية وثاني أكسيد الكربون، والسهم طالع هنا، ها؟
مواد معقدة، يبقى اللي داخل مواد ايه؟ بسيطة، واللي طالع مواد معقدة اللي هو ناتج الأساسي سكر جلوكوز والأكسجين كناتج ثانوي. المواد دي هتدخل السيتوبلازم في الخلية ثم إلى الميتوكوندريا، فيحصل عملية ايه بقى؟ هدم، يحصل عملية تنفس أو هدم داخل الميتوكوندريا. طيب يحصل ايه؟ ينتج عنها طاقة اللي هي صورة ATP، وتحول من مادة معقدة لمادة بسيطة. شوف بس سؤال، كنا احنا لسه قايلين من شوية المية وثاني أكسيد الكربون، الماء وثاني أكسيد الكربون ناتجين عملية ايه؟ تنفس. هل النبات هيتخلص منهم على طول؟ لا، ده بيعيد استخدامهم تاني في عملية اسمها عملية البناء الضوئي. عشان كده ما العلاقة بين البناء الضوئي والتنفس؟ علاقة عكسية، علاقة عكسية. ده من الترم الأولاني بتوضح العلاقة بين البناء الضوئي والتنفس، يوضح منهم العلاقة، هنا علاقة عكسية. يبقى هنا السؤال، الماء وثاني أكسيد الكربون ناتجان من عملية ايه؟ تنفس. طيب كيف يستفيد النبات منهم؟ بيعاد استخدامهم الاثنين تاني في العملية العكسية، وهي عملية البناء الضوئي اللي بتتم في البلاستيدات الخضراء. طيب نشوف بعض الأسئلة على النقطة التانية، العنصر التاني. أول سؤال، هنشوف سؤال سؤال كده. لو جي قال لي خلي بالك، ما مدى صحة أو خطأ العبارة الآتية؟ طيب نشوف كده، ما مدى صحة أو خطأ العبارة الآتية؟ السؤال بيقول يستطيع النبات الأخضر، يستطيع النبات الأخضر التخلص من جميع نواتج الهدم عن طريق عملية الإخراج فقط. خلي بالك يقول يستطيع، ما مدى صحة أو خطأ العبارة؟ وسؤال مدى صحة أو خطأ العبارة دي معناها تقول العبارة صح ولا العبارة غلط وليه؟ عن تفسير، يستطيع النبات الأخضر التخلص من جميع نواتج الهدم عن طريق الإخراج، إن هو بيخرجها. نواتج الهدم إحنا واخدين مثالين اللي هو المية وثاني أكسيد الكربون والفضلات النيتروجينية، هل هو بيستطيع ان يتخلص منها عن طريق الاخراج بس؟ يخرجها فقط؟ لا لا، يبقى العبارة هنا خاطئة. طب تفسيرك ايه؟ تفسير هنا للعبارة هنقول لان النبات يستعيد فضلات الهدم مرة ثانية، يستعيد فضلات الهدم مرة ايه؟ ثانية. يبقى لانه يستعيد استخدام فضلات الهدم مرة ثانية. وقول لي مثالين. المثال الأول، الماء وثاني أكسيد الكربون ناتجان من عملية التنفس، يعاد استخدامه في عملية بناء الضوئي. الفضلات النيتروجينية يعاد استخدامها في بناء البروتين اللازم له، بناء البروتين اللازم له. تمام، آدي السؤال التالي، ده بالنسبة للعنصر الثاني. يبقى انت خدت عنصرين عشان ما تنساش. أول عنصر، ها، أن النبات معدل سرعة الهدم فيه قليلة بكثير عن الحيوان، وبالتالي تجمع الفضلات بطيء. رقم اثنين، أن النبات يستعيد استخدام فضلات الهدم مرة ثانية. وعندي كم مثال؟ اثنين. طيب بعض الأسئلة هنكملها على الجزء ده. طيب قبل ما نكملها، هو في بس ملحوظه مكتوبه عندك، ملحوظه مكتوبه عندك بيقول ايه؟ بيقول ان الفضلات، خلي بالك بقى في الملحوظه عشان عليها اسئله قديمه، الفضلات الناتجه عن ايض الكربوهيدرات، لما نقارن بينها وبين الفضلات الناتجه عن ايض البروتينات، ايضا اللي هو بيشمل عمليتين بناء وهدم، احنا بنتكلم هنا بالذات على الهدم. انت اللي هتقول لي من الاقل سمية او اقل خطورة. خلي بالك ايض الكربوهيدرات، قبل ما تجاوب، ايض الكربوهيدرات حتى ايه؟ عند عملية الهدم، مية وثاني اكسيد الكربون.
طب نفتكر من الترم الاولاني، نفتكر ادي سكر الجلوكوز ده نوع من الكربوهيدرات، لما بيحصل عمليه هدم في عمليه التنفس بينتج ايه؟ ثاني اكسيد الكربون وميه وطاقه اللي هي 38 اي تي بي. فما ناتج الهدم؟ حاجتين، ميه وثاني اكسيد الكربون. طب ايه نواتج هدم البروتينات؟ ايوه، من اول حصه في الاخراج بينتج عنها فضلات نيتروجينيه زي اليوريا مثلا في الانسان او البولينه، في نشادر هنتكلم عنها دلوقتي في الاسماك مثلا، او حمض اليوريك اللي هو اليوريك اسيد او الحمض اليوريك او البولين. من الاقل سميه او خطوره؟ ايوه سمعك، الكربوهيدرات. يبقى دي اقل سميه، يبقى الفضلات الناتجه عن ايدي مين؟ كربوهيدرات. اقل سميه من الفضلات الناتجه عن ايض البروتينات اللي هي ايض اللي هي بينتج عنها فضلات نيتروجينيه. عشان كده يقول لك علل ليه يفضل ايض الكربوهيدرات عن ايض البروتينات. ليه بيفضل ايض الكربوهيدرات عن ايض البروتينات؟ ايوه حبيبي سامعك، ايوه، لان ايض الكربوهيدرات عباره عن ماء وثاني اكسيد الكربون، وهي اقل سميه او اقل خطوره من ايض البروتينات اللي هي الفضلات النيتروجينيه. فضلات النيتروجينيه دي في الانسان خدتها لو زادت بتعمل تسمم بولينه اللي هي تؤدي في النهايه الى الموت ان لم يتم الغسيل الكلى اللي هو بجهاز الكلى الصناعي. يبقى ادي الملحوظه اللي هو كاتبها عشان نوضحها، لكن الملحوظه بقى هنبدا نرجع بيها لجزء قديم مهم جدا في الاخراج في الحيوانات. تمام، هنركز كده، هنبدا نشوف كده واحد. طيب نشوف كده الفضلات النيتروجينيه الموجوده في الحيوانات الفقاريه. هنفتكرها بس في الحيوانات بقى، ده بتستند بس الجزء القديم، ده جزء قديم كجزء مراجعه. نفتكر بس الفضلات دي، والله قد تكون ثلاثه، قد تكون نشادر او امونيا، وقد تكون يوريا او بولينا. قلنا هي كلمه لاتينيه اصلا، يوريا وبولين، وحمض بوليك او حمض يوري اللي هو اليوريك اسيد. طيب الحبايبنا كده يفتكروا نشادر ده في حاله مين؟ في حاله الحيوانات المائيه، حيوانات المائيه كالاسماك. يبقى لو قال لي بتتخلص الاسماك العظميه كسمك البلطي او البوري من الفضلات النيتروجينيه في صوره ايه؟ نشادر او امونيا، نشادر او امونيا. وخلي بالك ده اكثرهم سميه، اكثرهم سميه، يعني النشادر ده اكثر الفضلات النيتروجينيه خطوره، خلي بالك اكثرهم سميه. والاسماك دي بتتخلص بيهم للتوضيح عن طريق الخياشيم في الماء في صورة ذائبة في الماء، ودي من أكثر الفضلات النيتروجينية خطورة وسميت. يوريا أو بولينا دي في حالة اتنين، في حالة الثدييات وعلى رأسها الإنسان، أي نوع من الثدييات وعلى رأسها الإنسان، والبرمائيات اللي هم مثالين مشهورين جدا من سنة أولى، الضفدعة والسلمندر، وده صورة بولينا، صورة ايه؟ بولينا مش لينا، ده تكس لازق فين؟ طيب السؤال بقى في صورة بولينا مين؟ طب علل هي ليه بتتخلص في صورة بولينا؟ خلي بالك أولا دي بتكون بتخرج في صورة ذائبة، نتكلم بقى على الثدييات بالذات اللي هو في الإنسان، على مثال الإنسان، تخرج مع البول بكمية كبيرة، كميات كبيرة، أو مع العرق بكميات قليلة، عشان كده البول فيه كمية يوري أعلى من العرق. تمام،
وهنا بيخرج في صورة زائبة، لا يخرج في صورة نشادر. ليه الإنسان ما بيخرجوش في صورة نشادر؟ لأن النشادر أقل أكثر سمية، بينما اليوريا أقل سمية، يبقى من الأكثرهم سمية هو النشادر، بينما اليوريا أقل من النشادر سمية. أقلهم سمية خالص بقى يوريك أسيد اللي هو حمض اليوريك، وده في حال التلاتة الطيور، أي نوع من الطيور بقى، النعام عندك اللي هو البط، العصافير، الحمام، الكلام ده، الزواحف، عشان حلوين اللي هم كانوا أدب السنة الأولى دول، الزواحف اللي هو زي الثعبان، البرص، التمساح، الكلام ده، والحشرات، أي نوع من الحشرات، حشرة النحل، المن، الكلام ده كله. دي بتخرج في صورة يوريك إيه؟ يوريك أسيد اللي هو حمض اليوريك. وخلي بالك هنا في الطيور بالذات اللي يهمني بالذات، بتخرج في صورة غير زائبة، بتخرج مع براز الطيور. عارف الهدف ليه في صورة غير زائبة؟ زي السؤال اللي جبت لك فيه امتحان، في صورة غير زائبة عشان تحافظ على مستوى الماء بداخلها ثابت، أو على كمية المية اللي في جسمها، تحافظ على كمية المية اللي بجسمها بتكون تظل ثابت. لكن هنا بتخرج مع البول أو مع العرق في صورة زائبة، فمعنى ذلك إن هنا هيخرج كميات كبيرة من المية، وعشان يخرج هذه المادة اللي هي اليوريا البولينة لابد في صورة زائبة، فيطرد معاها مية كتير. أما هنا لا، في صورة زائبة. وبالتالي كان في سؤال اختياري، ما الهدف الرئيسي من إخراج الطيور فضلاتها النيتروجين في صورة يوريك أسيد في صورة غير زائبة عشان يحافظ على مستوى الماء أو كمية المية في الجسم ثابتة، لكن ليس المحافظة على درجة حرارة، لا، المحافظة على كمية أو مستوى الماء في الجسم ثابت. طيب أنا الكلام ده من راجع، وخلي بالك الفضلات النيتروجينية بتشكل ضرر كبير في الحيوانات الفقارية، لكن في النبات بيستعاد استخدامها تاني في بناء البروتين اللازم ليه النبات. هنا بقى وركز بس، سؤال مهم جدا في بعض الأسئلة اللي احنا هنتكلم عليها. أنا هنسيب الكلام ده اهو بس كده، وهنكتب سؤال فوق شوية. تعرف تقول لي، وركز، أنا عاوز وجه الشبه والاختلاف بين الأسماك العظمية والبرمائيات كالضفدعة والسلمندر. ركز عشان السؤال رابط معلومتين. السؤال بيقول أنا عاوز وجه الشبه بين الأسماك العظمية والبرمائيات، وعاوز وجه الاختلاف. طب وجه الاختلاف يقول لك طالب، ايوه انت لسه قايله لنا اهو، وجه الاختلاف انا بتكلم بقى، هنبدا بوجه الاختلاف بتاع حاسه النهار، مع ان انت واخدها دي قبل كده برضه، انه الاسماك العظميه بتتخلص من الفضلات النيتروجينيه في صوره نشادر او امونيا اللي هو في صوره اكثر سميه، في صوره زائبه في الماء ماشي، ودي في زائبه برضه. اما بالنسبه للبرميات تتشابه مع الثدييات انها تخرج الفضلات في صوره يوريا او بولين، يبقى ده اختلاف اهو، ان دي في صوره فضلات النيتروجين في صوره نشادر اكثر سميه، اما ده في صوره يوريا او بولين تشبه الثدييات. طب وجه الشبه، ها هنسيبك نص دقيقه كده تفكر، عاوز وجه الشبه بين الاسماك العظميه والبرمائيه، نقول نشوف، كنت بتاخد حتة في الكلية بقى، ها يا رب تكون افتكرت كده، أن الكليتان الاتنين دول فقريات الدنيا أصلا، الاتنين من الفقريات الدنيا اللي الأقل رقيا، أن الكليتين عبارة في كلاهما أعضاء طويلة رقيقة، أعضاء طويلة ورقيقة على جانبي العمود الفقري. يبقى ده وجه الشبه، الكليتان أعضاء طويلة رقيقة على جانبي العمود الفقري، يبقى ما وجه الشبه بين الأسماك العظمية والبرمائيات كلاهما فقريات الدنيا،
كلاهما الكليتين أعضاء طويلة رقيقة على جانبي العمود الفقري، لكن الاختلاف النهاردة إن الأسماك بتخرج فضلاتها في صورة نشادر وهو أكثر سمية، بينما البرمائيات تخرج فضلاتها في صورة يوريا أو بولينا هو أقل سمية. أما ده وجه الشبه. نفس القصة بقى، فكر يا حبيبي وتاخد السؤال في الواجب، في الواجب بالمرة، وده أول سؤال هنبدأ بيه واجب، تعرف تقول لي بقى، هنمسح أنا بقى الكلام ده، لكن هتقول لي، تعرف تقول لي وجه الشبه، ده سؤال وجه رقم واحد، وجه لسه تاخد أسئلة واجب كتير، أنا عاوز وجه الشبه والاختلاف بين الثدييات وعلى رأس الإنسان والبرمائيات ومن ضمنها الضفدعة والسلامندر، أو وجه الشبه بين الإنسان والضفدعة. أنا عاوز وجه الشبه وجه إيه؟ الاختلاف، ده أوصل واجب عشان ما تنساش. هتكتب لي الكلام ده زي ما قلنا في تعليقات على سواء على اليوتيوب أو على الفيس نفسه، تمام؟ على الجروب اللي على الفيس، تمام؟ عشان بس ما يبقاش في اتهام، بس كفايه. ده اللي احنا بنتكلم عليه في الفضلات النيتروجينيه. الحته الثانيه برضو بناكد عليها عشان بس كتير من الطلبه سالوني فيها برضو، عشان بس تبقى مركز. بس حبيبي ده وده جزء قديم طبعا، احنا بس بالمره هنربطه ببعض. ان قلنا اساسا من العضو، راجع معايا، من العضو الذي يقوم بتكوين أو تصنيع مادة اليوريا بالجسم. مين اللي بيصنع اليوريا بجسمك؟ أيوه الكبد، تصنيع أو تكوين الكبد هو اللي بيصنع. طب بيصنعها إزاي؟ كيف يقوم الكبد بتكوين مادة اليوريا؟ كان بيعمل ايه؟ ها فاكر اللي هو دوره فيه الاخراج، كان بيهدم الاحماض الامينية الزائدة، بيفصل منها المجموعة النيتروجينية الامينية. انت فاكر ان الحمض الامين اهو، من سنة اولى، مجموعة كربوكسيل حمضية ومجموعة امينو قاعدية وهيدروجين ومجموعة اسمها الكاي، كان بيفصل المجموعة النيتروجينية الامينية مع الهيدروجين اهو، فدي حاسمها نشادر او امونيا، نشادر او، وبيتحد مع ثاني اكسيد الكربون وبيخرج ماده اليوريا، فبيحول النشادر من صوره اكثر سميه الى يوريا اقل سميه. يبقى مين اللي صنع اليوريا في جسمك؟ الكبد. لكن في فارق من سوء، شوف الالفاظ، اللي بيصنع اليوريا. طب لو قال لي بقى العضو الذي يقوم باستخلاص اليوريا او البولينة من الدم، هنا خلي بالك تكوين او تصنيع، هنا استخلاص. عند عضوين، عضو اساسي اللي هو بيستخلص الجزء الاكبر هو الكلية وتحديدا النفرون، وعضو ثانوي وهو الذي يستخلص كمية الأقل اللي هو الجلد وتحديدا الغدة العرقية. يبقى عضو أساسي الكلية، يبقى لو قالك من العضو الأساسي الذي يستخلص البولينة، لو يستخلص أكبر كم، أكبر كم، يبقى الكلية وتحديدا النفر. لكن العضو الثانوي الذي يستخلص الكمية الأقل الجلد أو الغدة العرقية. طب لو قال يستخلص وسكت ما حددليش، يبقى ينفع الاثنين الكلية والجلد، يبقى ده تكوين وتصنيع، يبقى ده الكبد، لكن ده استخلاص. لتخرج بعد ذلك بقى، دي هتخرج مع البول، عشان كده يبقى البول فيه كمية كبيرة من اليوريا، أما هنا هيخرج مع العرق، وبالتالي العرق فيه نسبة فضلات نيتروجينية اللي هي اليوريا بكمية أقل. يبقى كمية اليوريا أكبر فين؟ أكبر في البول، أكبر منه فيه العرق، تمام؟ ادي الكلام. طيب يبقى الكبد هو اللي صنع ماده اليوريا، عشان كده الكبد مين؟ خلي بالك، ركز كده، الاحماض الامينيه الزياده الزائده هتدخل لمين؟ للكبد، هتدخل الى الكبد. طيب يبقى الكبد هو اللي هيحطم او هيكسرها ويفصل مجموعه الامينو ويدينا مادة يوريا،
هيخرج من الكبد، من الوعاء اللي خارج من الكبد، وريد كبدي، وريد كبدي. عشان كده اللي هي عشان الطالب اللي سألتنا عليها واحنا قايلينها قبل كده في حصه كذا مره، من اعلى نسبه يوريا، من الوعاء الدموي اللي فيه اعلى نسبه يوريا، الوريد الكبدي. من الوعاء الدموي اللي فيه اعلى نسبه يوريا بالجسم، الوريد الكبدي. ده الجزء اللي احنا ربطنا ما بينه وبين اول جزء خدته فيه الاخراج في الانسان. ده السبب الثاني. نرجع بقى لموضوعنا، تمام؟ نرجع لموضوعنا. العنصر الثالث بقى، العنصر الثالث في الاخراج، خلي بالك، يبقى الاخراج في النبات لا يشكل اي مشكله. خدنا سببين. السبب الاولاني انه معدل سرعه الهدم بتكون في النبات بطيئه، عشان كده تجمع الفضلات بيكون بطيء. ورقم اثنين ان النبات بيستعيد او بيقوم باعاده استخدام فضلات الهدم مره اخرى. خدنا مثالين. رقم ثلاث، حاجه ثالث، ان النبات واللي هي النباتات الأرضية، في نباتات أرضية وفي نباتات مائية اللي بتعيش في الماء، يعني نباتات أرضية بتاعتنا اللي أنت بتشوفها في الأراضي دي كلها، تمام؟ هذه النباتات كيف تتخلص من الفضلات الأيضية؟ فضلات إيه؟ أيضية، اللي هي نتيجة عمليات الأيض، زي مين؟ زي مين؟ زي الأملاح وزي الأحماض العضوية. كيف تتخلص من هذه الفضلات الأيضية؟ بتتخلص منها ازاي؟ خلي بالك بتعمل ايه؟ بتقوم بتخزنها في خلايا النبات. تخزنها في خلايا النبات في مكانين. تعرف الخلايا النباتيه؟ الخليه النباتيه، وطبعا عندها اللي هي اللي بره جدار خلوي. طبعا ده معروف ان هو جدار خلوي، وده غشاء خلوي بلازم. وعندها حاجه اسمها فجوه عصاريه كبيره. وعندها الماده اللي هي السيتوبلازم. تيجي واخد الاملاح والاحماض العضويه وتحولها من صوره زائبه الى صوره غير زائبه. خلي بالك، تحولها من صوره زائبه الى صوره غير زائبه، وتيجي مخزنها في السيتوبلازم او الفجوات. بيفكرك بمين؟ ايوه، بالكبد. الكبد او الكليتين كان بيحولوا السموم من صوره زائبه الى صوره غير زائبه، عشان لما الانسان يتناول ماده سامه يحولها لصوره غير زائبه عشان ما تنتشرش في الدم، تعمل تسمم في الدم. فهنا النبات نفس القصه، بيحولها من صوره زائبه الى صوره غير زائبه عشان لا تشكل اي ضرر على النبات. يعني بيحولها من صوره زائبه الى صوره غير زائبه، وفي نفس الوقت عشان اسئله تاخدها كمان شويه، في صوره غير سامه، غير سامه، يبقى من صوره زائبه الى صوره غير زائبه، وفي نفس الوقت صوره غير سامة، وبالتالي لا تشكل أي ضرر على النبات. فيجي محولها لي بقى، مخزنها لي في الفجوة العصرية. عشان كده هذه خلي بالك في صورة بلورات عديمة الذوبان، عشان ما تصبحش مادة سامة، عشان لا تشكل أي ضرر على النبات. يبقى أين تخزن؟ في الفجوات العصرية. أين تخزن؟ في المادة اللي هي الشبه سائلة بتاعة الخلية، السيتوبلازم. يبقى لو جي قال لي خلي بالك، هل تشكل الفضلات الأيضية ضررا على النبات؟ سؤال تاني أهو، ركز عشان جاوب. هل تشكل الفضلات الأيضية كالأملاح والأحماض العضوية ضررا على النبات؟ لا. هتقول إيه؟ العصر إجابة كاملة، لأن النبات يقوم بتخزينها في خلاياه ويحولها من صورة زائبة إلى صورة غير زائبة في صورة بلورات عديمة الذوبان، فلا تشكل أي ضرر على النبات. بيخزنها فين؟ في حاجتين، في الفجوات العصرية والسيتوبلازم. في الفجوات والسيتوبلازم. عشان كده من ضمن وظيفة الفجوات في سنة أولى اللي هو تخزين الفضلات الخلية لحين التخلص منها، بعد كده يتم التخلص منها، يتم التخلص منها في صورة إيه؟ غير زائبة، عديمة الذوبان، حتى لا تشكل أي ضرر على النبات. طيب نشوف بعض الأسئلة اللي على الكلام ده تفصيل. سؤال سؤال، لو قال لي خلي بالك، علل الأنفاس لا تشكل الفضلات الأيضية في النباتات الأرضية ضررا على حياة النبات. أيوة حبيبي، راجع معايا وسمعك أدوها، حيث أنها تقوم بتحويل هذه المواد من صورة زائبة إلى صورة بلورات عديمة الذوبان،
تخزن في السيتوبلازم او الفجوات فلا تشكل اي ضرر على النبات، بتحولها من صوره زائبه الى صوره غير زائبه الى صوره غير سامه عشان لا تشكل اي ضرر على النبات. ادي بعض الاسئله. السؤال الثاني، لو جه قال لي خلي بالك تتكيف النباتات، فسر تتكيف النباتات اللي هي النباتات الارضيه على سبيل المثال او الخلايا النباتيه مع طبيعه الفضلات الايضيه. فسر العباره دي. هذا اول واحده. اثنين واحد، تتكيف النباتات مع طبيعه الفضلات الايضيه. هنا بقى لها تفسيرين. اولا اللي انت لسه خدها، لانها بتخزنها في صوره بلورات عديمه الذوبان في السيتوبلازم والفجوات العصريه فلا تشكل اي ضرر على النبات. طب ايه تاني؟ من ضمن الفضلات الايضيه الفضلات النيتروجينيه. طب الفضلات النيتروجينيه كنبات بيتخلص منها ازاي؟ يعيد استخدامها مره اخرى في عملية البناء الضوئي. يعيد استخدام في بناء البروتين. الفضلات يعيد استخدامها في بناء البروتين اللازم للنبات. ادي السؤال التالت. ده السبب التالت في الفضلات الايضية. تمام. العنصر الرابع، العنصر الرابع. خدنا ثلاث عناصر، العنصر بقى الرابع. النباتات التي تنمو في تربة غنية جدا بعنصر الكالسيوم. خلي بالك عنصر الكالسيوم ده من الترم الاولاني من المغذيات الكبرى اللي بيحتاجه النبات بكميات كبيرة، تمام، او كميات غير قليلة. بس لو تربة غنية جدا بالكالسيوم عنده ملح كالسيوم زيادة يتخلص منه ازاي؟ بيجي النبات مجمعه في جزء منه وهي الاوراق. يقوم النبات بتجميعه في الأوراق. يجي نجمع الكالسيوم، كالسيوم الزيادة فين؟ في الأوراق. هذه الكالسيوم الزائد يجمعه في الأوراق، ثم تتساقط هذه الأوراق في نهاية الفصل. وطبعا أكثر الفصول اللي هو فصل الخريف اللي بتتساقط فيه الاوراق، لكن للامانه قد تتساقط الاوراق فصل الشتاء بسبب الرياح بسبب الثلج الكلام ده كله، لكن اكثر الفصول تساقط الاوراق فيها بيكون فصل من الخريف. يبقى كيف يتخلص النبات من الكالسيوم الزائد فيه؟ ايوه، بيجمعه في الاوراق ثم تتساقط هذه الاوراق في نهايه الفصل. خلي بالك عشان هنسال سؤال. السؤال يقول لي ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ واحد، نمو نبات في تربة غنية جدا بعنصر الكالسيوم. ايوه، ها سامعك، تقول ايه؟ يقوم بتجميعه في الأوراق ثم تتساقط هذه الأوراق في نهاية الفصل. يبقى كده تخلص بيه عن طريق تساقط الورق. تمام. أو ممكن يسأل في بعض الكتب جايب السؤال بيقول إيه؟ نمو نبات، هو بيحب يغير السؤال، بس في تربة غنية جدا بالجير. أولاً إحنا عندنا حاجة اسمها جير حي وجير مطفي. الجير حي ده أكسيد كالسيوم، والجير المطفي CO2 اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم. سواء ده أو ده مش هتفرق، جير حي أو جير مطفي يعني في كالسيوم خلاص، نفس الإجابة. يقوم بتجميعه في الاوراق ثم تتساقط في نهايه الفصل. او السؤال بصيغه ثانيه يقول لي علل، شوف اكثر من صيغه للسؤال. تساقط الاوراق في النباتات قد يفيد في عمليه الاخراج. خلي بالك قد تفيد الشك يا حبيب، عشان بس ايه السؤال هناخده اختياري دلوقتي من كتاب امتحان. تساقط الاوراق قد يفيدها في يفيد النبات في عمليه الاخراج، ايوه، حيث ان النباتات اللي بتنمو في تربه غنيه جدا بعنصر الكالسيوم بتقوم بتجميع الكالسيوم الزائد في الاوراق ثم تتساقط هذه الاوراق في نهايه الفصل. اي ان تساقط الاوراق في هذه الحاله، في الحاله دي ليه دور في الاخراج، ليه دور في الاخراج. او بصيغه ثالثه،
تساقط الأوراق قد يفيد في حماية النبات، أي لأنه بيفيد من تخلص النبات من الكلسن الزائد، والكلسن الزائد لو تن موجود في النبات بيشكل أي ضرر، أي حاجة زيادة بتشكل ضرر. أنت عندك لو السكر زيادة بيسبب مرض البول السكري، لو عندك المية زيادة بيحصل عملية تورم، تلاقي الأجزاء منتفخة، أو الناس اللي عندها بطنها كبيرة كده في المية اللي هو الاستسقاء ده. يبقى أي عنصر، سبحان الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل حاجة بقدر ربنا سبحانه وتعالى، فأي زيادة ضرر، يعني تساقط الأوراق قد يفيد في الإخراج، قد يفيد في حماية النباتات. ده بصيغة. لكن هل السؤال ده المهم بقى، هل تساقط الأوراق دائما دائما بسبب عنصر الكالسيوم؟ لا لا، مش لازم. يعني ده هو قد يفيد في الإخراج. ليه بقى؟ عشان نشوف السؤال اللي هو في كتاب الامتحان. السؤال بيقول ايه؟ بيقول اي العبارات الاتيه في كتاب الامتحان صفحه 38 طبعا، اي العبارات الاتيه لا يتعارض مع عمليه الاخراج لنبات يعيش في تربه غنيه بالكالسيوم؟ اسمع السؤال مره اثنين. اي العبارات لا يتعارض مع عمليه الاخراج لنبات يعيش في تربه غنيه جدا بعنصر الكالسيوم؟ أول سؤال، سقوط الأوراق دلالة على امتلائها بعنصر الكالسيوم؟ طب ناقش واحدة واحدة. هل سقوط الورق ده دليل على امتلائها بعنصر الكالسيوم؟ مش لازم، في أوراق بتتساقط ممكن بسبب عدوى، بأسباب كتيرة، ممكن بسبب الرياح، ممكن بسبب الأمطار، الكلام ده كله. يبقى لا، يبقى رقم ألف ما تنفعش. غياب الكالسيوم من الأوراق يقلل من معدل سقوطها؟ لا غلط. يعني الكالسيوم لو غاب من الورق هيقلل من معدل سقوط؟ لا، احنا بنقول عشان كده قلنا سقوط الاوراق قد يفيد في الاخراج. طب بسقوط الاوراق يتخلص النبات من الكالسيوم الفائض؟ ايوه، المره دي صح، جيم دي صح، لان هو بيقول خلي بالك نبات يعيش في تربه غنيه بالكالسيوم. والسؤال الدال الاخير والاختيار الاخير، لا يحتاج نبات للكالسيوم ويتخلص منه عن طريق الاوراق؟ غلط، لا، ده بيعوز لانه من المغذيات الكبرى، فالاجابه تكون رقم جي. طيب ده السبب او العنصر الرابع، العنصر الرابع. فهمت الكلام ده؟ ده تفصيلا يعني. طيب العنصر اللي هو الخامس، النباتات لما تيجي تطرد ثاني اكسيد الكربون او الاملاح، بيقول كثير من النباتات بتطرح او تطرد غاز ثاني اكسيد الكربون والاملاح المعدنيه عن طريق الجذور. يبقى كيف تتخلص من غاز ثاني اكسيد الكربون والاملاح المعدنيه؟ عن طريق الجذور. ده في بعض او في كثير من النباتات، العنصر اللي هو الخامس. خلي بالك ايضا بالمره النباتات بتتخلص من الغازين اللي هما غاز ثاني اكسيد الكربون، ده جاي منين؟ ده من عمليه التنفس، والاكسجين اللي هو ناتج من عمليه البناء الضوئي، لان الاثنين عكس بعض، كنت واخده من الترم الاولاني وعليك في ترم تاني، عن طريق صغور الاوراق، عن طريق الصغور بخاصيه الانتشار ولا الاسموزيه ولا التشرب ولا نقل النشط؟ لا، سامعك، انتشار. جاء في الاسئله ورا، كيف تخلص النبات من الغازين؟ يبقى بخاصيه الانتشار، عن طريق مين؟ الصغور، عن طريق الصغور. يبقى غاز ثاني اكسيد الكربون جاي منين؟ في النبات، من عملية الهدم أو التنفس. طب الأكسجين ناتج من عملية البناء الضوئي، كيف تخلص النبات منهم، من الغازين دول؟ عن طريق صغور الأوراق بخاصية الانتشار، لو تركيز عالي تركيز منخفض. السبب السابع والأخير، إن النباتات بتتخلص من الماء الزائد، ميه الزياده. خلي بالك الميه نتيجه من عمليه بناء ضوئي، هو نتيجه من عمليه التنفس، الميه نتيجه من عمليه التنفس او الهدم، جزء منها بيعاد استخدامها في عمليه البناء الضوئي. طب في ميه زياده عن حياه النبات، النبات
استعاد جزء منها. طب في ميه زياده؟ معظم الميه الزياده تخرج في عمليه اسمها النتح. عمليه اسمها ايه؟ نتح. معلش يعني عشان الطلبه بسم الله ما شاء الله حلوين، بالته مش بالطه معايا. نتح، النتح ده تاخد نتح صخري عن طريق الثقوب، ونتح عودايسي ده موضوع لسه الحصه الجايه تفصيل عن طريق العدسات، ونتح كيوتيني عن طريق طبقه الكيوتين او الكيوتيكل الشمعي. طب وبعضه، بعض الماء جزء منه قليل منه عن طريق ظاهره اسمها الادماع، مش الادماع، الادماع. يعني النبات بينزل قطرات دمعيه كانه منزل دموع، يعني عنده دم يعني بيدمع. ايوه زي حضراتكم ان شاء الله. يبقى معظم الماء ياخد عن طريق النتح وبعضه عن طريق الادماع. معنى ذلك ان النتح كميته كبيره. طب والادماع كميته قليله، كميته قليله. الحته الثانيه احنا هناخد فرق ما بينهم تفصيلا، يعني النتح ده ماء خالص، ميه بس، ميه بس بدون املاح، بينما الادماع بيكون ميه ومواد مذابه، وده مقارنه الحصه الجايه تفصيلا ان شاء الله. ميه وبها مواد ايه؟ مذابه. خلي بالك النتح ماء خالص وكميته كبيره، وبيبقى عن طريق الصغور يا العدسات يا الكيوتي، طبقه الكيوتيكل الشمعي، بينما الاجماع كمياته قليله وبيبقى ماء به مواد مذابه كالاملاح، كالاملاح، وده بيخرج عن طريق جهاز دمعي متخصص، هناقش الحصه الجايه تفصيل، عن طريق صغور اسمها الصغور المائيه، صغور مائيه، لكن دي صغور او صغور هوائيه. عشان كده يا حبيبي لما اسالني تعرف تقول لي انا عاوز ثلاث مواد بيخرجوا عن طريق الصغور، ثلاث مواد تخرج عن طريق الصغور. ايوه، واحد الاكسجين اللي هو ناتج من عمليه البناء الضوئي، اثنين ثاني اكسيد الكربون اللي هو ناتج من عمليه التنفس او الهدم، ثلاثه الماء وده بيخرج في صوره بخار ماء، اما ده في صوره قطرات مائيه. احنا لسه هناخد مقارنه تفصيلا يعني ما بين عمليتي النتح والايه؟ والادماع. ادي السبع اسباب. طيب احنا كده خلصنا السبع اسباب. ايوه هناخد بعض الاسئله بس هتقول معايا. اولا في سؤال، سؤال هنناقشه وبعد كده تاخد اسئله واجب. اول سؤال بيقول، اول سؤال بيقول انا هنقرا بقى الاسئله. بيقول اي مما يلي، اي مما يلي لا يتم خروجه عن طريق صغور الاوراق. اي مما يلي لا يتم خروجه عن طريق صغور الاوراق. الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون، الماء النقي، الاملاح المعدنيه. ايوه الاملاح المعدنيه، املاح المعدنيه، تمام. يبقى اي المواد لا يتم خروجه عن طريق صغور؟ الاكسجين بيطلع، ثاني اكسيد الكربون بيطلع، الميه بتطلع ميه نقيه، لكن املاح لا. لسه احنا جايين المواد الثلاثه، لسه جايين المواد الثلاثة اللي بتخرج عن طريق صغور، المية، الأكسجين، ثاني الكربون، والماء في صورة بخار. هل يخرج أملاح معدنية عن طريق الصغور؟ غلط، لا، لأن ماء النتح ماء خالص ليس به مواد مذابة. لكن لو صغور مائية تخرج عن طريق، بيخرج منها أملاح اسمها صغور مائية عن طريق ظاهرة اسمها ظاهرة الإدماع. السؤال الثاني يسلك، بيقول ما مدى صحة وخطأ العبارة؟ هنقرأ أنا العبارات. ما مدى صحة وخطأ العبارة؟ يسلك الماء الزائد عن حاجة النبات مسار واحد فقط ليتم إخراجه. تاني كده بيقول ما مدى صحة أو خطأ العبارة؟ هنكتب السؤال أحسن. ما مدى صحة أو خطأ العبارة؟ يسلك الماء الزائد عن حاجة النبات مسار واحد فقط لإخراجه خارج النبات. عشان يتم إخراجه خارج النبات بيسلك مسار واحد فقط ليتم إخراجه. لا العبارة غلط، لأنه بيسلك مسارين. المية الزيادة بيسلك مسارين عن طريق النتح، والنتح ده بثلاث أنواع، يا طريق الصغور يا العدسات يا طبقة الكيوتيكل أو الكيوتين الشمعي، يا إما عن طريق الإدماع اللي هي الصغور المائية أو جهاز الدمع المتخصص. آدي السؤال. السؤال الثاني في مدى صحة خطأ العبارة؟
الماء الناتج من عملية التنفس في النبات يتم إخراجه كاملا خارج النبات، أو بصيغة تانية يتم التخلص منه عن طريق عملية الإخراج فقط. بيقول لك المية الزيادة الناتجة من عملية بناء ضوء يتم إخراجها كاملا خارج النبات، بتخرج كلها، أو بصيغة تانية يتم التخلص من الماء الزائد كله عن طريق الإخراج فقط. غلط غلط، أنه قد يعاد استخدامه في عملية بناء الضوء، قد يعاد استخدامه مع ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي. طيب كده خلصنا خلاص. هتاخد أسئلة واجب، تاخد أسئلة واجب. هناخد بعض بس، هناخد سؤال هنختم بيه، وأنا الواجب هنعمله في الفيديو اللي على طول بعد الكلام ده. احنا هنختم بس هناخد سؤال. تعرف تقول لي كيف يتخلص النبات من الأملاح الزائدة بأربع طرق؟ السلام، كيف يتخلص النبات من الأملاح الزائدة بأربع طرق مختلفة؟ أربع طرق، واحدة واحدة. واحد، يا إما ممكن تخزن في صورة بلورات عديمة الذوبان، فين يا حبيبي؟ سواء في السيتوبلازم أو الفجوات العصارية، فلا تشكل أي ضرر على النبات، اللي هي الفضلات الأيضية من ضمنها الأملاح. ممكن رقم اتنين تطرد عن طريق أو تطرح عن طريق جذور، ويبقى معاها ثاني أكسيد الكربون زي ما قلنا. رقم ثلاثة ممكن تخرج مع ماء الإجماع ولا الناتح. أيوه سمعك، الإجماع. طب مش معنى الماء الناتح، لا، لأن ماء الناتح ماء خالص، بس لكن ماء الإجماع ماء به مواد مذابة كالأملاح. عشان كده لما أسألك تخرج الأملاح المعدنية مع ماء الناتح ولا ماء الإجماع، ماء الإجماع لو أخطأ، تخرج الأملاح المعدنية من الصخور الهوائية ولا العديسات ولا الصخور المائية؟ الصخور المائية اللي هو الإجماع، يعني الإجماع ده أنا أعرف بعد كده من الصخور المائية الحصة الجاية. ثم العنصر الرابع فاضل أملاح الكالسيوم. أملاح الكالسيوم زيادة، ما دي أملاح، بيعمل إيه؟ ها، بيقوم بتخزينها في الأوراق ثم تتساقط هذه الأوراق في نهاية الفصل، نهاية مين؟ الفصل. طيب نفس الكلام بقى، يعني في آخر حاجة نختمه بيها عشان الواجب هنعمله أنا في فيديو لوحده على طول بعدها إن شاء الله. هنعرض لك أنا الواجب هيبقى في فيديو واحد. إحنا كده اتكلمت على النبات تخلص من الأملاح الزيادة، يعني ما تخزن صورة بلورات عديمة الزبد في السيتوبلازم أو الفجوات فلا تشكل أي ضرر، يا إما تطرد عن طريق الجذور، يا إما تخرج مع ماء الإجماع، مش ماء الناتح، ماء الإجماع، يعني عن طريق الصخور المائية اللي إحنا هناخدها الحصة الجاية، يا إما أملاح زي أملاح الكالسيوم بتتجمع في الأوراق ثم تسقط في نهاية الفصل. طب تعرف تقول لي لو عندي أنا منجمع اللي أنت خدته في سبع أسباب، عندي مية ناتجة من عملية التنفس، النبات يتخلص منها ازاي؟ يتخلص منها ازاي؟ ثلاثة، أنا عايز بالترتيب. واحد، يعيد استخدام الماء مرة أخرى في عملية بناء الضوء مع ثاني أكسيد الكربون. طب مش عاوز خلاص أعاد استخدامها وفي مية زيادة بقى، الماء الزائد، يعني إما عن طريق النتح وده معظم الماء يبقى كميته كبيرة، أو عن طريق الإدماء وده بعض الماء لذلك كميته قليلة. طب العنصر الأخير اللي هو ثاني أكسيد الكربون، هو ناتج منين برضه؟ من عملية التنفس، ناتج من عملية التنفس. ثلاث عناصر، واحد ها نفس العنصر يعاد
أو يقوم النبات بإعادة استخدامه، يعيد النبات استخدامه في عملية البناء الضوئي. طب خلاص في ثاني أكسيد الكربون زيادة مش عاوزه، يطرده عن طريق الصغور بتاعت الأوراق وخاصة الانتشار، يا إما عن طريق الجذور. عن طريق مين؟ الجذور. آدي ملخص الإخراج في النبات في المقدمة الأولى. زي ما اتفقنا إن شاء الله إحنا هناخد بقى أسئلة الواجب دي كلها هنعملها لها فيديو مثلا 10 دقائق وربع ساعة على برنامج اللي هو الزوم بعد الفيديو ده مباشرة، ونبدأ نعملها لك وأنت هتجاوبني برضو على القناة على اليوتيوب أو على الفيس. تمام، ربنا معاكم بالتوفيق إن شاء الله، وإن مش هنطنش بقى تاني ثانوي بإذن الله. طبعا مش هنذكر بعض الأسامي يعني، تمام، لآخر مرة، وإياك نشوف أي حد عامل بوست ولا حاجة على الفيس، والله هتبقى سنة وتعلم بربنا، تمام، هم عارفين نفسهم. وطبعا في التعليقات الناس إن شاء الله تكتب مين الكلام ده كله إن شاء الله. طبعا لو ربنا يسر كده وفهمت كويس ظبط أمورك كده، وشوف هل هنكمل بنفس الطريقة ولا برنامج الزوم أفضل، ولا الأفضل طريقة الإيه اللي هي السبورة. وعايبك تلت السبورة اعمل لي على الفيديو لايك كده بالنسبة لي على القناة على اليوتيوب. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم ان شاء الله. احنا معاكم مستمرين في الاسبوع ده، هننزل اكتر من فيديو لتانية سنة وتفصيلا. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.